متواصلين مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في هذا السباق المحلي الثاني في يوم الثنايا، حيث نصل ونحط الرحال مع هذا السن، سن الثنايا، للأشواط المفتوحة. أذكر السادة المتابعين بأن الشوط الأول الرئيسي ذهب مع الواعية من هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، بينما الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان ذهب مع ملبي لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بن بخيت بن مقارح. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل شوطنا السابع، هذا الشوط خاص بالثنايا البكار، والمقدمة مباشرة مع سيدة من هجن الشحانية، مضمرها من هجن الرئاسة عفوا، مضمر راشد بن بخيت بن مقارح، مضمر ملبي. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم وهايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر فهد بن حصين النعيمي، يتابع وهايب دور دور المركز الثالث. تصل وتتقدم رهف من هجن الشحانية، يضمرها مضمر النجوم سلطان بن محمد الوهيبي والعملاق. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم هنا الجوزاء من هجن الشحانية، الجوزة يضمرها سالم بن فاران أحد مضمر الواعية اللي فازت اليوم بالشوط الرئيسي، وكذلك مضمر الداودية التي لن ينساها التاريخ. المركز الخامس، الكاسبية تصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر عبد الله بن نايف الهاجري. هذا هو ندائنا الأول مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، سيدة على مقدمة الشوط وفي الموقع المستهدف، هذه سيدة واسم على مسمى سيدة، تتسيد زمام الأمور وتسيطر حتى اللحظة بانفراد تام على المركز الأول. يا سلام راشد بن بخيت، اليوم متحرك هذا المضمر، اليوم ينتفض هنا على أرضية هذا الميدان بهذه الدرر وبهذه الهجنة التي يقدمها. الله، تاريخ مع هذا المضمر، يشهد له التاريخ، نار على علم في هذا المجال. راشد بن بخيت بن مقارح أحد المحاربين القدامى، الله يعطيه الصحة والعافية. هذا هو يتابع سيدة من هجن الرئاسة العملاقة على مقدمة الشوط، من مؤسسة هجن الرئاسة التي خطفت الشوط الرئيسي للثنايا القعدان مع ملبي في صباح هذا اليوم. المركز الثاني، المتقدمة والمتحرك في هذه اللحظات تندفع وتتسلل هنا الجوزاء من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران يتابع الجوزاء على المركز الثاني. المركز الثالث، وهايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، فهد بن حصين النعيمي في التضمير دور دور المركز الرابع، رهف من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وننتقل إلى المركز الخامس، والكاسبية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حصل تغيير ودخول على الكاسبية اللي على المركز الخامس من العزوم من هجن الشحانية، مضمر محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، ونقترب من لوحة الكيلو وين. الله يا سيدة، هل تخطف هذا الشوط كما خطف الشوط الأول ملبي؟ هل يحالف الحظ لتضيف النقطة الثانية لهذا الشعار الأحمر الخطر، الأحمر الخطر اللي عبر في هذه اللحظات لوحة الكيلو وين ويريد العبور بناموس الشوط؟ هل يحالف الحظ مع المضمر راشد بن بخيت بن مقارح، من قدم اليوم مستوى ممتاز لهجنه؟ الله، يا سلام يا سلام. المركز الثاني، الجوزة ترفع راية التهديد، الجوزة
الفوز ترفع راية التهديد. هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران، ما أحلى الرقص مع الكبار يا مضمرين، راشد بن بخيت وسالم بن فاران الاثنين عالم من التضمير، عالم من التضمير مع المضمرين العملاقين. مواجهة المضمرين وجها لوجه، يا سلام سيدة تنطلق، الله 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 الله، يا سلام شافت لوحة الكيلو متر الأخير سيدة، شافت لوحة الكيلو متر الأخير. المخضرم المميز راشد بن بخيت بن مقارح يتابعها في التضمير. هجن الرياسة تقدم اليوم مستوى ممتاز على أرضية ميدان التحدي لتنبئ الجماهير بأنها جاهزة لخوض غمار معركة طويلة في هذا الموسم، معركة الرموز، معركة ومنافسة الختاميات. الكيلو متر الأخير تقتحمها سيدة على المركز الأول، المركز الثاني الجوزة من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران، المركز الثالث وصلت منصب هجن الشحانية يتابعها جابر بن سالم بن فاران، على المركز الرابع رهف من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الخامس الانطلاق والاندفاع من العزوم من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. سيدة 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 أعزائي المتابعين في كل مكان ما زالت على المركز الأول 500 متر عن خط النهاية، وهذه سيدة، هذه سيدة تنطلق على المركز الأول. يوسولو وصلت الجوزة، وصلت الجوزة، ولكن سيدة ما زالت على المركز الأول على صدارة الشوط على ما يبدو بأنها النقطة الثانية لهجن الرئاسة، لهجن الرئاسة على الهواء مباشرة في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم السعيد للفائزين. إذن هجن الرئاسة خطفت أول أشواط الثنايا مع ملبي، وهذا الشوط مع سيدة بقيادة المضمر القدير راشد بن بخيت بن مقارح. المركز الثاني انطلقت منصب من هجن الشحانية، ولكن سيدة حسمت الموقف، حسمت الموقف. هجن الرئاسة تخطف هذا الشوط للمرة الثانية في صباح هذا اليوم. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولعاصمة الميادين وللمضمر راشد بن بخيت بن مقارح. المركز الثاني منصب من هجن الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران، المركز الثالث الجوزة احتلت المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران، المركز الرابع الكاسبية احتلت المركز الرابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر عبد الله بن نايف الهاجري، بينما المركز الخامس، المركز الخامس سبا من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس لكل الفائزين. المركز الأول وصلت فيه سيدة توقيتها الزمني 8:04:03 من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، والتهاني للمضمر راشد بن بخيت بن مقارح. المركز الثاني وصلت فيه الجوزة من هجن الشحانية توقيتها الزمني 8:06:00 من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران، المركز الثالث وصلت فيه. المركز الثاني منصب، بينما المركز الثالث الجوزة من هجن الشحانية توقيتها 8:08:04 4 من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران. أيها الأعزاء شوط جديد